جديد اللي راحين نتحدثوا بحول الله على دو بروبوزيسيون ونوضحوهم ونشرحهم، ونتمنى انكم يعني تستفدوا معايا من خلال هذا الشرح. فيما يخص الجنسيه، طبعا هذا العدد هو عباره عن الجزء الرابع ولا الخامس للسلسله اللي قدمناها في اطار دراسة النصوص التاريخية والقوانين التاريخية اللي اصدرتها فرنسا من خلال ولا اللي كانت لها علاقة مباشرة مع الجنسية الفرنسية بالنسبة سواء كانت للجزائريين أو الأجانب المتواجدين على الأراضي الجزائرية آنذاك. اليوم نروح إلى اقتراح 16 جوان 1887. هذا الاقتراح اقترحه نائبين من اليسار، حزب اليسار، وكانوا معروفين بحبهم ودفاعهم عن المسلمين سكان الأصليين في الجزائر المسلمين، اللي هما ميشلان غوليير، اللي دو ديبيتي ميشلان غوليير، هما كانوا دي ديبيتي دو غوش، معروفين بحبهم للمسلمين الجزائريين. نروحوا للتاريخ وقرأوا عليهم، هما في زوج دافعوا كثيرا عن حقوق الجزائريين المسلمين. هذا الاقتراح واش يقول لك؟ يقترحوا انهم يمنحوا الجنسيه الفرنسيه لجميع الجزائريين بدون استثناء. وهذا الاقتراح قدموه في 16 جوان 1887، يعني مشروع اقتراح في 16 جوان 1887، ولكن هذا المشروع رفض تماما، وجميع النقاط اللي تحطوا فيه تم رفضها من طرف البرلمان الفرنسي ولم يتم الموافقه عليه، الا انه شخص اخر اللي معروف مارتينو اخترع مشروع اخر ولا نوتر بروبوزيسيون 21 جويلية 1890، يعني بعد 3 سنوات من المشروع الاول، من الاقتراح الاول، تم اقتراح مشروع ثاني اللي اصدر في سنه 1890 21 جويلية 1890، اللي كان يقترح على الفرنسيين بالقيام بتجنيس جميع الجزائريين على مراحل، يعني تدريجيا. ما اقترح لهمش انهم في المشروع الاول اللي داروا اللي اقترحوا النائبين كما قلت لهم ميشلا وغوليير، اقترحوا انهم يقوموا بتجنيس جميع الجزائريين بضربه واحده، يعني ولا ربما نفس اشكاليه ولا نفس طريقه تجنيس اليهود المتواجدين على الجزائر بمشروع بمرسوم جماعي. ولكن مارتينو اقترح طريقه اخرى، بعد 3 سنوات قام باقتراح طريقه ثانيه اللي هي يقوموا بتجنيس المسلمين الجزائريين عن طريق مراحل، يعني تدريجيا وليس بصفه جماعيه. هذا المشروع الثاني كان فيه تاثيرات ايجابيه بالنسبه للجزائريين، لانه اقترح في المواد ديالو انهم اقترح عده اقتراحات، بين اقتراحات يعني ما وافقوش على تجنيس الجزائريين تدريجيين بصفة عامة، ولكن وافقوا على البعض من الطلبات ديالو ولا من النقاط لهذا المشروع. من بينها هاد الطلبات ولا هاد الاقتراحات انه اقترح على ان الفرنسيين يقومون بتجنيس سكان ولا الجزائريين الساكنين والقاطنين مع الفرنسيين في البلديات المشتركة. على بالكم اللي كاين دي كومين ميكس، يعني فيها فرنسيين وفيها عرب جزائريين وعايشين مع بعض، ولكن الفرنسيين ايزيتي بلو مالا، ليس لي كومين ميكس اللي كانت نصف عرب ونصف فرنسيين، قال لي كومين ميكس اللي كانوا فيها اللي كان فيها الفرنسيين اكثر من العرب فيقومون بتجنيس العرب. لماذا؟ لانه العرب لي زالجيريان كانوا عايشين مع لي فرونسي وكانوا اقليه صغيره بارابور لو فرونسي اللي في هذه البلديه، دونك كانوا مندمجين معهم، كانوا ولادهم يقراوا مع لي فرونسي، كانوا يخدموا عند لي فرونسي وكانوا يتحدثوا مع لي فرونسي، كانوا يعني مندمجين مع الفرنسيين. مادام كانوا مندمجين وهي الاقليه، وانتم تعرفوا الاغلبيه تغلب الاقليه، دونك لي فرونسي كانوا بزاف، دونك الاقليه يندمجوا في الثقافه الفرنسيه، يندمجوا في اللغه الفرنسيه، يندمجوا لانها اقليه مقارنه بالاغلبيه. هذو قال لك وي، هذو سهلوا لهم امكانيه الحصول على الجنسيه الفرنسيه، يعني يسوفي يقول لهم حبيت لي فرونسي يديروا له سكون ابل لو بيلتان، يدخلوه يكتبوه في لو بيلتان بدون اي شروط. هذا هو المشروع الثاني اللي كان فيه
كما يقولوا تأثير، لأن هذا المشروع حقيقة اللي صدر في 1890 خلى، لأن إذا كان رحنا للبيلت أوفيسيال ما بين سنة 1990 إلى غاية سنة 1919 كان آلاف، يعني كان آلاف من الجزائريين أصبحوا أوروبيين، أصبحوا فرنسيين. لماذا؟ لأن في سنة 1890 يعني 9 سنوات ولا 8 سنوات بعد تنظيم الحالة المدنية كانوا الجزائريين يستخرجوا شهادة الميلاد. كانت سهلة عليه لأن الحالة المدنية كان تنظيمها في سنة 1882 بقانون 23 فيفري، دونك مادام 23 فيفري 1882 صدر قانون تسجيل ولا الحالة المدنية في الجزائر، أصبح الجزائريين كاين بوسيبيليتي عنده أنه يجيب شهادة ميلاد بكل سهولة. والقانون ولا اللي اقترحوه كما قلت لكم 21 جويلية 1890 سهلهم الأمور، وخاصة اللي كانوا عايشين مع لي فرونسي وين كانوا الأقلية، وين كانوا نصف نصف يعني 50% دي فرونسي 50% دي زارا، كان فيها بعض صعوبات. وين كانوا غير العرب مناطق نائية ولا المناطق البلديات اللي كان فيها غير العرب، هذوك ما سهلوا لهمش الأمور، يعني مازال القانون القديم لازم شروط 21 هذه. أما الجزائريين اللي كانوا عايشين في البلديات المختلطة اللي كانت أكثريتها فرنسيين، هذوك وي سهلوا لهم الأمور. دونك أنتم إذا كانكم تحوسوا هل إمكانية آبائكم ولا أجدادكم يمتلكوا المراسيم ولا أصبحوا فرنسيين ولا أحكام أو غير من ذلك، فعليكم بالسؤال أين كانوا ساكنين؟ كانوا ساكنين في مناطق نائية، مناطق معزولة، مناطق مع العرب، أم أنهم كانوا ساكنين في مناطق أين يقطن فيها أكثرية الفرنسيين أكثر من العرب؟ هنا تقدروا تلقوا جواب للأسئلة التي اللي راكم تطرحوها أنتم بالتحديد. نقول لكم خاوتي، نتمنى أنكم فهمتوا عليا، نتمنى أنكم استفدتم معي. نتلاقوا في ساعة الخير، وتحية طيبة، وإلى لقاء جديد يوم الخميس إن شاء الله على الساعة 8 وكالعادة في نفس السلسلة. تحياتي.